أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناتنا الكرام. أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ أخبار النهاردة أتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة، لكن قبل ما أبدأ يريد حضرتك تشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. معنا أخبار جديدة وأخبار عديدة أطرحها على مسام حضراتكم النهاردة. الخبر الأول بعنوان بشكل رسمي ونهائي الآن، غادة والي تصدر أجراء قرار في 2019 تشكيل كيان مستقل لصرف العلاوات لصرف أموال المعاشات. تفاصيل الخبر كالآتي: قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن أصحاب المعاشات كانوا دوما في مقدمة أولويات الوزارة ولم تقف ضدهم مطلقا. وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن الوزارة استردت 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 150 جنيه إلى 900 جنيه بزيادة 67%. كذلك أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع الرأي فيها. وقالت الوزيرة إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بداية من شهر يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقلا عن وزير التضامن الاجتماعي. وتابعت: كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات. وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذا الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات. ده كان الخبر الأول في نشرتنا النهاردة. الخبر الثاني من جريدة فالسو بعنوان الأحد القادم آخر موعد لتلقي تظلمات على الحذف من بطاقات التموين. تفاصيل الخبر كالآتي: تظلمات بطاقات التموين والخاصة بالحذف من التموين. تواصل وزارة التموين تلقي التظلمات الخاصة بالحذف من الدعم، حيث إن آخر موعد لتلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر الجاري، أي يوم الأحد المقبل. ولمن لم يتقدم حتى الآن بتظلم على حذفه من التموين لكنه يرغب في ذلك، فإن الأوراق المطلوبة للتظلم على الحذف من التموين تتمثل في الآتي: 1- تظلمات بطاقة التموين، التظلم على الحذف بسبب ارتفاع الراتب. وكأحد أشكال التيسير حددت وزارة التموين كما هو مطلوب للتظلم، فبالنسبة لمن حذفوا نظرا لارتفاع رواتبهم عن المحدد أو معاشات عالية فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عال وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها. من جديد عودة شائعة الرز البلاستيك، تظلمات بطاقة التموين والتظلم على الحذف بسبب السيارة. موضوع ان يبقى فيه حذف بسبب سيارة، هيروح إدارة المرور يجيب ورقة من المرور تثبت انه ما عندوش سيارة او عنده سيارة. تظلمات بطاقة التموين على الحذف بسبب استهلاك الكهرباء، هيروح شركة الكهرباء التابع ليها ويجيب وصل بيان من الكهرباء يفيد بالمعدل الاستهلاك الشهري. تظلمات بطاقة التموين بسبب استهلاك التليفون، هيروح أي فرع من شركة من الأفرع بتاعة شركة الموبايل اللي خاص بيها ويجيب تفاصيل استهلاك شهري. بخصوص تظلمات التموين، التظلم على الحذف بسبب الحيازة الزراعية، هيروح الجمعية الزراعية الخاصة بالقرية اللي هو ساكن فيها أو البلد اللي ساكن فيها ويجيب شهادة من الجمعية الزراعية تفيد بعدد الأراضي المستحقة له أو من عدمه. وكذلك أيضا التظلم على الحذف بسبب المصاريف المدرسية،
هيروحوا للمدرسة ويجيب ورقة من المدرسة تفيد ببيان مصروفها الدراسية لسنة كاملة. تظلمات بطاقة التموين على الحذف بسبب الجمارك، أما لمن حذفوا بسبب الجمارك المرتفعة فيمكنهم التظلم من خلال تقديم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة وتظلمات ضرائب عليها، يقدم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب. أما بخصوص تظلمات بطاقة التموين فهي ليها طريقتين. الطريقة الأولى زي ما قلنا مسبقا إنها من خلال موقع دعم مصر، والطريقة الثانية من خلال إنك أنت تسلم الأوراق بتاعتك في مكتب التموين. طيب الخبر اللي بعد كده خاص بمعاشات المعلمين. المعلمين توفير معاشات الدفعة الرابعة بقيمة 129 مليون جنيه. أعلنت هيئة مكاتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلال اجتماعها عن توفير 129 مليون و692 ألف و458 جنيه قيمة الدفعة الرابعة من المعاشات المخصصة للأعضاء والورثة خلال العام الحالي، ويبلغ عدد الأعضاء المستحقين 259973 عضو بقيمة 89 مليون و950 ألف و658 جنيه، بينما بلغ عدد الورثة 198710 بقيمة 39 مليون و741 ألف و800 جنيه. ده كان الخبر الخاص بمعاشات المعلمين. أما بخصوص المحاماة، بناء على موقع شبابيك رفع معاش المحامين ل 5000 جنيه دعوى أمام القضاء. أقام محامين دعوى قضائية ضد كل من نقيب المحامين ورئيس لجنتي التنقية والقيد بالنقابة ضمن برنامج أحد مقدمي للدعوى الانتخاب على منصب النقيب عفوا، وتقدم بالدعوى كل من إبراهيم عبد السميع عبد الناصر وعائشة محمد حسين إسماعيل وصباح دميان فهمي ومها عادل السيد ومحمد عبد الشافي، وتطال الدعوة برفع معاشات المحامين ليصبح الحد الأدنى 5000 جنيه وبإلغاء شروط صرف المعاشات وإدراج أسماء السادة المحامين المسددين الاشتراكات في 2017 و2018 و2019 بموجب إنذارات العرض أو السداد في البنك التجاري الدولي CIB في كشوف الناخبين وبطلان أي جمعية عمومية لا تدرج فيها أسمائهم. كما تطالب الدعوة بإلغاء كافة قرارات الزوال لكل من سدد الاشتراكات واعتبار الحكم الصادر بمثابة كرنيه عضوية وترخيص لممارسة المحاماة وتوقيع غرامة تهديدية 1000 جنيه يوميا في حال عدم تنفيذ النقابة للحكم. ده كان الخبر الخاص بمعاشات المحامين. الخبر اللي قبل الأخير من جريدة صدى البلد بعنوان 5 مليار و100 مليون جنيه حجم مساهمة الحكومة بصندوق التأمينات والمعاشات في شهرين. تفاصيل الخبر كالآتي: كشفت تقرير صادر من وزارة المالية عن رفع الحكومة في مصروفاتها على حصتها في صندوق التأمين الاجتماعي إلى 5 مليار و100 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس في العام المالي الجاري، مقابل 4 مليار و420 مليون جنيه بنفس الفترة المناظرة في العام السابق بفارق 680 مليون جنيه. وأوضح تقرير وزارة المالية إلى أن إجمالي المزايا التأمينية للموظفين بالدولة زاد الاتفاق عليها في أول شهرين من بداية الموازنة الحالية ل 6.3 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. وأخيرا التضامن الاجتماعي صرف المعاشات المحول على البنوك بقيمة 4 مليار جنيه و400 مليون جنيه النهاردة. تفاصيل الخبر كالآتي: أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الثلاث، وذلك لما يزيد عن 1,683,000 ألف قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار و407 مليون جنيه. وأضافت التضامن في بيان لها أنها وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف بقيمة أكثر من 15 مليار جنيه في أول من ديسمبر، وأشارت إلى أن أكثر من 3 مليون قائم بالصرف من أصحاب المعاشات صرفوا من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي بقيمة أكثر من 4 مليار جنيه. دي كانت مجموعة الأخبار النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.